السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. معكم زميلكم عادل عنزي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن 4 معايير أساسية، وهي تعتبر جزء من النموذج الأساسي لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. ننتقل الآن إلى المعيار الثاني، وهو المعيار صحة العاملين. المعيار هذا رقمه في نموذج تقييم مكافحة العدوى أو نموذج تقييم معايير مكافحة العدوى رقمه 9. يحتوي هذا المعيار على 3 عناصر، راح برضو نذكرها بالتفصيل بإذن الله. يتوفر بالمركز عيادة لصحة العاملين أو اتفاقية مكتوبة بتوفير عيادة لصحة العاملين خارج المنشأة. هنا نحتاج برضو مثل ما ذكرنا سابقا، نحتاج إلى مستندات، ونحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين، وأيضا نحتاج إلى الملاحظة. في البداية لابد أن نذكر أنه لابد من وجود عيادة لصحة العاملين داخل المنشأة مجهزة، وإذا ما في عيادة قلنا لابد من وجود اتفاقية مع منشأة خارجية ليتم فحص العاملين الصحي. المستندات المطلوبة في البداية إذا ما في عيادة داخل المنشأة لابد من وجود مستند أو اتفاقية مكتوبة مع منشأة صحية لفحص العاملين الصحيين عند عدم توفر عيادة داخل المنشأة الصحية. ثانيا، سؤال ممارسين صحيين ما إذا تم الكشف عليهم من قبل العيادة، سواء كانت العيادة الداخلية عند توفر عيادة داخل المنشأة أو العيادة الخارجية عند توفر اتفاقية. أيضا ملاحظة، عند وجود عيادة داخل المنشأة لابد من ملاحظة العيادة، تجهيز العيادة، وأيضا ملفات الممارسين الصحيين. يتوفر بالمركز ملف طبي خاص منفصل لكل موظف مشتملا على التطعيمات اللازمة حسب البروتوكول المعتمد من جهة الاختصاص. لابد من، قلنا ذكرنا هنا أنه نحتاج إلى مستندات دوكومنت أو شيء ما يثبت ذلك، ودائما المستند هنا اللي هو وجود ملفات الممارسين الصحيين يشمل جميع التطعيمات. مثل ما تلاحظون هنا، هذه هي جميع التطعيمات المطلوبة على جميع الممارسين الصحيين. يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا سنويا لجميع ممارسي الرعاية الصحية. هنا نحتاج إلى مستندات، وأيضا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين. أما بخصوص المستندات، لابد من وجود ما يثبت تلقي الممارس الصحي للقاح الإنفلونزا الموسمية سنويا داخل الملف الطبي. في هذه النقطة لابد من أن ننتبه إلى حاجة معينة، ألا وهي التواريخ. لابد أن يكون التطعيم سنويا، أي كل سنة لابد من الممارس الصحي يأخذ هذا اللقاح. ثانيا، لابد من سؤال ممارسين صحيين ما إذا تم أخذهم للقاح. مثل ما تلاحظون هنا صورة للقاح الإنفلونزا الموسمية أو عينة أو نوع من أحد أنواع لقاح الإنفلونزا الموسمية. وصلنا إلى نهاية شرح 4 معايير. أتمنى أني شرحتها بطريقة مناسبة وواضحة للجميع. أتمنى أني غطيت جميع التساؤلات الموجودة لديكم. شاكر ومقدر لكم.